حياكم الله أعزائي الطلبة في محاضرة اليوم في مقياس فيزياء الجسم الصلب، هي المحاضرة رقم 0 إن صح التعبير. هذا المقياس موجه لطلبة السنة الرابعة أستاذ التعليم الثانوي للمدارس العليا للأساتذة في قسم الفيزياء، وكذا طلبة الجامعة في السنة الثالثة ليسونس فيزياء في نظام الألمدي. فهذا المقياس فيزياء الجسم الصلب كما تطرقنا إليه في المرة السابقة، تناولنا المحاور التي يتناولها هذا المقياس وفق البرنامج المسطر من الوزارة الوصية، وشرحنا مختلف الفصول وعناصر الدرس التي يتناولها هذا المقياس. ففيزياء الجسم الصلب الذي ندرسه هذه السنة، فيه يعني فيزياء الجسم الصلب 1 و2، هو في الحقيقة من أهم فروع الفيزياء، فيتناول دراسة الأجسام الصلبة كما نلاحظ هنا. يتناول مقياس فيزياء الأجسام الصلبة بدراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمواد. فقلنا أن مقياس فيزياء الجسم الصلب من أهم فروع الفيزياء التي تتطرق إلى الأجسام الصلبة، كما نلاحظ أن الأجسام محاطة بنا من كل جانب، هذه أجسام، هذا جسم، هذا جسم، كل شيء، الطبيعة، كل العالم موجود متشكل من ماذا؟ من أجسام، من مواد، ندرس هذه المواد. كما تعلمون جميعا وكما درستم سابقا، هناك 4 حالات للمادة: صلبة، سائلة، غازية، والبلازما، غاز إيونيزي، البلازما، الحالات 4. سنركز على الحالة الصلبة فقط في السنة القادمة في فيزياء المواد، سندرس أيضا السائلة، البلورات السائلة، فنركز فقط على الحالة ماذا؟ الصلبة. ففيزياء الجسم الصلب يدرس المواد خاصة البلورية، لأن هناك تقسيمين للمواد، تصنيف فيه قسمين للمواد: مواد بلورية ومواد غير بلورية. ما معنى بلورية أو غير بلورية؟ قبل أن نتطرق ذلك بشكل معمق، احتفظوا بهذه المعلومة فقط، أن المواد البلورية هي التي يكون التوزيع الذري فيها منتظم، يعني أن المسافة بين الذرات ثابتة وتوجيهات الذرات ثابتة، التوزيع الذري يكون منتظم. بينما في المواد الغير بلورية يكون توزيع الذري عشوائي، مسافة بين الذرات مختلفة يعني. فبالتالي نركز هنا على المواد الصلبة ومواد ماذا؟ المواد البلورية. فالحقيقة فيزياء الجسم الصلب هذا التخصص يعني تطور كثيرا، وتاريخيا هو بدأ في ظهر في بداية القرن 19 مع بعد اكتشاف الأشعة السينية. بانعراج الأشعة السينية يمكننا تحليل التركيب الداخلي للمواد، المواد الصلبة البلورية، يمكننا تحليل الذري للمواد ومعرفة بنية هذه المواد. فماذا نركز عليه؟ على بنية المواد وخصائصها. فخصائص المواد سواء الفيزيائية أو الكيميائية، فالفيزيائية مثلا في الميكانيكية سندرس الخصائص الميكانيكية التي تتعلق بثابت المرونة مثلا للأجسام الصلبة، سنتطرق إلى الكونترانت الانفعال، شدة المواد، الشد، اختبار الشد، سنتطرق إلى موديل ديونغ، معامل المرونة، سنتطرق إلى خصائص المواد الصلبة من مرونة وصلابة وصلادة، الفرق بين الصلابة بالباء وصلادة، إضافة إلى خصائص الميكانيكية هناك الخصائص الكهربائية. كما تعلمون جميعا أن المواد تنقسم إلى من حيث الناقلية الكهربائية إلى مواد ناقلة ومواد عازلة، وهناك أيضا ما يسمى ب أنصاف النواقل لسيمي كوندكتور، سندرسها فيما بعد. فهذا يعتمد على ماذا؟ الناقلية الكهربائية تعتمد في المواد على الإلكترونات الحرة، ماذا؟ الإلكترونات الحرة الموجودة بين الذرات، فانتقال الذرات، الإلكترونات الحرة التي تنتقل بين الذرات هي التي تنقل الشحنات وتساهم في زيادة النقل الكهربائي، فكلما زاد عدد الإلكترونات الحرة تزيد ماذا؟ الناقلية الكهربائية. فإضافة إلى أنصاف النواقل وكيف نتحكم في نصف ناقل يصبح يعني ناقل، كلنا لدينا هذه الهواتف النقالة، هي مجموعة من أنصاف النواقل. المهم
قلنا أن مقياس فيزياء المواد سيدرس الأجسام الصلبة من خلال تحديد خصائصها ماذا؟ الميكانيكية والفيزيائية بصفة عامة التي هي ميكانيكية كهربائية، وأيضا الخواص المغناطيسية. فالخواص المغناطيسية سندرسها أيضا، ونتطرق نتطرق إلى ماذا؟ نتطرق إلى الخواص المغناطيسية للمواد من خلال دراسة المواد الدية مغناطيسية والبارة مغناطيسية وأيضا الفيرو مغناطيسية. سندرس أيضا المغناطيسية المضادة والمغناطيسية الفائقة. أيضا سندرس الناقلية المفرطة، ليس في هذه السنة لكن في السنة القادمة موجه للسنة الخامسة سندرس، أو عفوا في هذه السنة سندرس في الفصل الثاني الألترا أو السوبر كوندكتيفيتي، الناقلية الفائقة والناقلية المرتفعة مثل مثلا القطارات هذه السريعة، كيف يكون هذا القطار السريع من خلال ناقلية الفائقة، لا يوجد احتكاك بين المواد. سنشرح كل ذلك هنا. أين هي؟ عفوا هنا لا يظهر في هذه النقطة، هنا أنصاف النواقل، ندرسها في أنصاف النواقل، وندرس السنة القادمة الناقلية المفرطة. طيب قلنا هذا يهتم بدراسة التركيب الداخلي للمواد البلورية، المواد الصلبة البلورية من خلال تحديد خصائصها الميكانيكية. قلنا تطور تاريخيا بداية من القرن التاسع عشر واكتشاف الأشعة السينية وتحديد الخواص البلورية للمواد، وصولا إلى تحديد الخواص الحرارية للمواد، ونواصل حتى نصل إلى الأنصاف النواقل، وحاليا حتى وصلنا إلى المواد النانوية، مهم جدا سنتطرق إليها، ووصولا إلى الناقلية الفائقة، وحاليا نتحكم في المواد. وصولا في العصر الحالي يمكن التحكم في المواد. التحكم في المواد من خلال ماذا؟ وصلنا الآن إلى الشيء الأتوميك، إلى السلم إن صح التعبير الذري، أو على البعد الذري ما بين الذرات. فعندما نتحكم في الذرات فإننا نتحكم في هذه المواد، وبالتالي يمكننا التحكم في خواصها. فمن خلال تحديد خواص المواد يمكننا معرفة استعمالاتها، يعني الصناعية، التطبيقات الصناعية والتطبيقات ماذا؟ الصناعية والتطبيقات التكنولوجية، يمكن أن نتحكم فيها ونسيطر على التكنولوجيا من خلال تصنيع مواد جديدة، من خلال إنشاء مواد جديدة، أو من خلال تحسين في خصائص هذه المواد. مهم جدا أن نصل إلى هذا. فيعني فيزياء الجسم الصلب تطور كثيرا، شهد تطور رهيب وصولا إلى هذه المواد، تحكم في المواد. سنتكلم عن المواد النانوية وكيف تغيرت خاصية مادة نانوية بشكل تام، وعطتنا خصائص ممتازة ورائعة إن صح التعبير من خلال هذه المواد. قلت يمكننا التحكم في الصناعة، في التطوير الصناعي والتحكم في التكنولوجيا إلى غير ذلك. فنبدأ يعني في هذا المقياس بناء على ما درسناه في الكوانتيك ميكانيك، في الميكانيك الفيزياء الكوانتيك الكوانتية. فبناء على ما درسناه سنوظفه من خلال هذا، ندرس المواد الصلبة وخصائصها وتركيبها البلوري. فنهتم ببنية المواد وتركيبها وفهم السلوك الميكانيكي للمواد. من خلال فهمنا لسلوك المواد في مختلف الظروف، يعني لما نقول في ظروف مختلفة أو في ظروف خاصة، نقصد بها بالدرجة الأولى الضغط ودرجة الحرارة. دائما لما أقول ظروف خاصة في المحاضرات القادمة، لما تسمع كلمة ظروف معينة أو ظروف مختلفة، نقصد بها الضغط ودرجة الحرارة، هذين العاملين الأساسيين. فسنتطرق إلى هذه المواد، وندرس أيضا مبادئ أساسية في علم البلورات. وفي الحقيقة علم البلورات هذا علم سينس لاترال، يدرسه في تخصص علم المواد، علم المواد ماتيريال ساينس، ويدرس أيضا في الكيمياء. المفروض أنكم تركيب البلوري نوعا ما درستموه في الكيمياء في السنة الأولى، وأيضا يدرس في الجيولوجيا
في يعني في دراسة الصخور وفي الجيولوجيا. هناك يعني مقياس في لطلبة العلوم الطبيعية يدرسون أيضا الجيولوجيا، يدرسون ماذا؟ يدرسون التبلور، يدرسون الكريستالوغرافي وعلم البلورات الذي كما قلت يهتم بدراسة الخواص الفيزيائية والميكانيكية والكهربائية وأيضا الكيميائية للمواد البلورية التي ماذا؟ توزيعها يكون منتظما. طيب بعد ذلك سنتطرق إلى مفاهيم الشبكة والخلية والمستويات الشبكية والمتجهات البلورية لديركسيون إلي بلان، وأيضا سنتطرق إلى مفاهيم التناظر والتماثل في البلورات وصولا إلى شبكة برافي. سندرس لي 14 ريزو دو برافي ولي 7 سيستام، 7 أنظمة بلورية و 14 سندرسهم وندرس البنيات البلورية. بعد ذلك سنركز على محاضرات في الأشعة السينية، حيود الأشعة السينية، وبعد ذلك نتطرق إلى الروابط البلورية. من المهم جدا أن نفهم العلاقة بين الذرات، الروابط البلورية نقصد بها الروابط بين الذرات، فكما تعرفون أن الذرات تؤثر على بعضها البعض وهناك قوى ترابط بين الذرات، فسندرس مختلف الروابط البلورية إضافة إلى الخواص الميكانيكية للجسم الصلب للوسط المتجانس وغير المتجانس، سنحدد من خلاله الخواص الميكانيكية. سنتحدث عن اختبار الشد ونتطرق أيضا إلى الخواص الحرارية، سندرس السعة الحرارية والتمدد الحراري والنقل الحراري وأيضا الحرارة النوعية في الشبكة البلورية والإلكترونات. سنتحدث عن النموذج الإلكتروني الحر، سنتطرق إلى نموذج ديباي ونموذج أينشتاين ويعني فرق بينهما و أيهما صالح في درجات حرارة معينة في ظروف معينة إلى آخره. سندرس كل من النموذجين إضافة إلى نماذج أخرى. سندرس محور آخر حول الخواص الكهربائية مثل التوصيل الكهربائي، وندرس النظرية الكلاسيكية والكونتية، نظرية الإلكترونات سندرس الإلكترونات الحرة والنماذج المختلفة، ونظرية عصابات الطاقة سنتدرج عن الجاند غابس إلى آخره، نطاق غابس، وأيضا سنتطرق إلى محور مهم جدا في أنصاف النواقل النوع بي وآن إلى آخره، ونتطرق أيضا إلى العوازل، وفي الأخير سنتحدث عن الخواص المغناطيسية، سنخصص محورا لندرس المغناطيسية العكسية والطردية والمغناطيسية الحديدية كما أشرت إليه، الديا والبارا والفيرو مغناطيسية وأيضا المغناطيسية المضادة والمغناطيسية الفائقة. إذن قلت أن هذا بالنسبة إلى مقياس فيزياء الجسم الصلب وما يدرسه، قلت انطلاقا من انعراج الأشعة السينية يمكننا تحديد وتحليل التركيب الذري للمواد، التركيب الداخلي للمواد الصلبة، وبالتالي نحدد بنيتها ونحدد تركيبها وبالتالي نتحكم في خواصها الميكانيكية. فهذا بالنسبة إلى فيزياء الجسم الصلب بصفة عامة. فهناك يعني فيزياء الجسم الصلب هذا واحد، قلت أن فيه فيزياء الجسم الصلب كوندونسي يعني أفونسي يعني متقدم أو متعمق صح تعبير، واحد واثنين، فسندرس اثنين في مرة الفصل الثاني. وفيزياء الجسم الصلب سننطلق من ماذا؟ من دراسة التركيب البلوري للمواد الصلب. قلت أن المواد صلبة وسائلة وغازية والبلازما اللي هو غاز مؤين، لدينا المواد الصلبة التي يكون ماذا فيها؟ تكون فيها الذرات متلاصقة ومتقاربة، الذرات متقاربة وقوية، قوة الترابط بين الذرات كبيرة، بينما في السائلة تكون أكثر حرية، وفي الغازية تكون أكثر من ذلك، لديها في السائلة حرية أكبر لكن في الغازية أكثر من ذلك. فيمكنها يعني كما تلاحظون أن الغاز مثلا يأخذ شكل الحيز الذي هو موجود فيه فينتشر، عكس السائل أيضا يأخذ الوعاء الذي يوضع فيه، بينما الصلب
لا يبقى هذا من ماذا؟ من القوة بين الذرات، بينما في الغاز إيونيزي هو أكثر ذلك. فقلنا أن في المواد الصلبة تكون الذرات متلاصقة ومترابطة فيما بينها. فهذا علم البلورات كما قلت الذي ندرسه في علم المواد وفي الكيمياء درسناه ويدرس أيضا في الجيولوجيا. فيهتم علم البلورات بدراسة خصائص المادة الحرارية والكهربائية والمغناطيسية والميكانيكية. هذا بماذا يهتم علم البلورات؟ بدراسة المواد الصلبة التي لديها توزيع ذري منتظم. فالخصائص المادة الحرارية والكهربائية والمغناطيسية والميكانيكية كما تطرقت إليه قبل قليل نهتم به وبدراسته. هذا هو التركيب، يعني توزيع للتركيب الذري، يعني خذها فقط كفكرة سندرسها في المحاضرات القادمة. التركيب الذري للبلورات هذا عن طريق ماذا؟ عن طريق انعراج الأشعة السينية، سنتطرق إليه لاحقا. إذن المواد بصفة عامة، هناك عدة تصنيفات للمواد، هناك عدة تصنيفات مختلفة سنتطرق إليها، لكن من أهم التصنيفات هو التصنيف حسب البنية البلورية. فالتصنيف يكون بناء على ماذا؟ يكون بناء على خواص المواد. من خلال خواص المواد يمكننا أن نصنفها إلى عدة تصنيفات. فمن البنية للمواد هناك بنية بلورية وبنية غير بلورية، أو تسمى أمورفس، يعني بنية غير بلورية. فالبنية البلورية التي قلت يكون فيها توزيع الذري منتظم والمسافة بين الذرات، بين نواة الذرات ثابتة، يكون هذا بماذا؟ ثابتة في جميع الذرات. بينما في المواد الغير بلورية الأمورفس تكون مسافة مختلفة بين الذرات، متقاربة ومرة بعيدة، البعد الذري يكون غير ثابت. طيب، هذا بالنسبة إلى تصنيف المواد. قلنا أن المواد تصنف حسب ماذا؟ حسب خواصها ميكانيكية الفيزيائية والكيميائية، وقلنا حسب أيضا التوصيف characterization. فحسب توصيف المواد يمكن أيضا تصنيفها. فندرس هنا تصنف أيضا حسب الناقلية الكهربائية، كما قلت لدينا نواقل، لدينا عوازل، ولدينا أنصاف النواقل. فإضافة إلى الحرارية، ناقلة الحرارية أو غير ناقلة، فالحرارية هنا أيضا عندها علاقة بماذا؟ بالناقلية الكهربائية. على العموم هناك حالات خاصة، لكن على العموم كلما زادت الناقلية الكهربائية تزيد أيضا الناقلية الحرارية للمواد. نقل الحرارة مثلا المواد، هذا مثلا هذا الجدار عازل للحرارة، مواد أخرى مثل حديد ناقل الحرارة، مثل الكابر والذهب، النحاس والذهب، ناقلية جيدة جدا ممتازة للكهرباء. قلت هذا يتحكم فيه الإلكترونات الحرة. بعد أنصاف النواقل هناك أيضا كما تكلمنا الميكانيكية الصلبة ومرنة والغير بلورية، هذا تصنيف المواد. فقلنا أن علم البلورات يدرس ماذا؟ يهتم بالتركيب التركيب الداخلي، التركيب الذري، التركيب الذري للمواد، التركيب الداخلي للبلورات، وأيضا الوصف الهندسي. فالمواد هاته نتحكم من خلال ماذا؟ من خلال الوصف الهندسي لهذه المواد وقوى الترابط بين الذرات. فهنا لدينا تصنيف الأجسام الصلبة كما تلاحظون، قلنا بلورية وغير بلورية كما شرحت ذلك، وتنقسم إلى مواد أحادية التبلور ومتعددة التبلور بالإضافة إلى المواد النانوية. قلنا لدينا المواد، مواد فيها ماذا؟ مواد صلبة. في الصلب ماذا يوجد؟ في الصلب يوجد لدينا مواد بلورية ومواد غير بلورية. سنتطرق ونركز دراستنا على المواد البلورية. في المواد البلورية يوجد صنفين أساسيين إضافة إلى الثالث النانوية، أحادي التبلور سينجل كريستال أو مونو كريستالين، استركتور مونو كريستالين أو بولي كريستالين، متعدد التبلور بولي كريستال. إذن تو تايبس، أحادي التبلور ومتعدد التبلور. فبالنسبة إلى أحادي التبلور لدينا أحادي التبلور يكون عبارة عن مادة نقية
من متشكلة من طبيعة ذرة واحدة، ذرة واحدة مجموعة من الذرات ذات نفس الطبيعة، طبعا البعد الذري ثابت، ويكون بمتجه واحد، اتجاه باللوري واحد. فهذه تكون مادة نقية عبارة عن أحادي التبلور، أحادي التبلور بمعنى أن لدينا باللورة واحدة في متجه واحد، وطبيعة الذرات من نفس الذرات من نفس الطبيعة. طيب، واتجاه ثابت. مثلا على سبيل المثال السيليسيوم، السيليسيوم النقي يعتبر أحادي التبلور. بالمناسبة يعني بين قوسين ربما هذه معلومة قد لا يعرفها الكثير من الطلبة، أن السيليسيوم يمكن أن يكون باللوري وغير باللوري. أكسيد السيليسيوم غير باللوري كما سنرى ذلك لاحقا، أكسيد السيليسيوم غير باللوري، بنيته ليست باللورية، بينما السيليسيوم النقي هو أحادي التبلور، متبلور، مادة باللورية. وأيضا معلومة أخرى قد تغيب عن بعض الطلبة، أن السيليسيوم يمكن أن يستعمل كناقل وكعازل أيضا. عفوا، السيليسيوم يكون ماذا؟ ناقل، نستعمله كناقل لأنه هو في حقيقة نصف ناقل، سيمي كوندكتور كوم سيليسيوم جيرمانيوم سيمي كوندكتور. فبالتالي لدينا غير سمينيتا. إذن عفوا، قلت أن السيليسيوم هو عبارة عن نصف ناقل، وأيضا يمكن أن يستعمل كناقل وكعازل. فكناقل مادة نقية نقوم بتشويبه أو برفع درجة حرارته يصبح تزييد الناقلية، فكل ما زادت الناقلية الكهربائية، كل ما ارتفعت درجة الحرارة زادت الناقلية الكهربائية. وأيضا بالنسبة إلى نصف ناقل يعني نستعمله كعازل أو كناقل، فيمكن أن يكون أيضا كباللوري وغير باللوري. أعود وأقول أن أحادي التبلور سيليسيوم، الأحادي التبلور يعني يستعمل أيضا في النقل في الكهرباء، يعني في الألواح الشمسية لبانو سولير يستعمل السيليسيوم كمادة لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء. في الحقيقة المواد الأحادية التبلور قليلة وصعبة ونادرة، والحصول عليها يتطلب تقنيات خاصة، وتكلفة المواد أحادية التبلور تكون عادة باهظة، ثمن غالي، لأن تصنيعها يحتاج إلى تكنولوجيا ويحتاج إلى تقنيات خاصة، فالمواد الأحادية التبلور تكون غالية الثمن، باهظة نوعا ما، مقارنة بالمتعددة التبلور التي تكلفتها نسبيا بسيطة. متعددة التبلور، كثير من المواد متعددة التبلور، على سبيل المثال المعادن والسبائك بصفة عامة هي متعددة التبلور، يعني يكون التوجه البلوري فيها ماذا؟ متغير، فتكون هناك مجموعة من الذرات ذات توزيع باللوري منتظم، وهناك ذرات أخرى ذات اتجاه آخر وتوزيع أيضا باللوري منتظم، وقد تكون من طبيعة ذرات مختلفة لكنها البنية كلها باللورية، هناك توزيع منتظم معين ثم توزيع آخر منتظم وتوزيع آخر منتظم كما سنرى ذلك. هنا كما تلاحظون التركيب غير البلوري لأكسيد السيليسيوم، في الحقيقة أركز وضعت بالأخضر أكسيد السيليسيوم، أضفت كلمة أكسيد لأنه ليس سيليسيوم نقي، يعني هذه الصورة مأخوذة من كتاب فيزياء الجسم الصلب للدكتور يسري مصطفى. طيب، فهنا يمكنكم الاطلاع عليها في هذا الكتاب. فهذا تركيب غير منتظم كما تلاحظون هنا، توزيع ذري غير منتظم والمسافة بين الذرات مختلفة. طيب، هنا توزيع ذري منتظم كما تلاحظون لمواد متعددة التبلور أحادية التبلور. هنا على اليسار كما تلاحظون السيليسيوم أحادي التبلور، بينما هنا في مادة أخرى متعدد التبلور، هذا تبلور معين، هذا تبلور معين، وهنا تبلور آخر معين. فهذا هو التركيب متعدد للبلورات. مثلا هذه بلورة نقية لمعدن الكوارتز، يمكنكم الاطلاع على هذا المرجع لمزيد من التفاصيل. فهذا بالنسبة إلى المواد البلورية.
أستدرك وأقول مثلا المواد كما تعلمون جميعا أن المواد هذه المواد الصلبة عبارة عن ماذا؟ كل المواد التي تحيط بنا مكونة من ماذا؟ أي مادة مكونة من ماذا؟ مكونة من ذرات كما تعلمون جميعا. هذه الذرات، الذرة في حد ذاتها مما تتكون؟ الذرة هذه عبارة عن نيترونات وبروتونات، نواة فيها نيترونات وبروتونات، بروتونات موجبة الشحنة ونيترونات متعادلة الشحن، وأيضا إلكترون يدور حول النواة كما تعلمون، ويعني هنا سحابة إلكترونية، إلكترون ومدارات، فهذا هو التركيب. في الحقيقة الذرات هنا رايحين نعتبروها في هذه الدراسة أن الذرة عبارة عن كروية الشكل، لكن في الحقيقة هي ليست كروية الشكل، هذا يعني تقريب فقط، لأن في الحقيقة الذرة ليس لها الشكل بمفهومه التقليدي، ليس هذا الشكل. قلت هي عبارة عن نواة نيترونات وبروتونات موجبة ومتعادلة الشحنة، إلكترون يدور حول النواة، مدارات، فبالتالي شكل يعني البلوري مثل ما سنرى لاحقا او درستم من قبل في بنيه الماده، الفوليوم الحجم 4/3 بي ار تكعيب، يعني اعتبرتموها كرويه، لا يهم. ارجع واقول هنا ان الذره كرويه، هنا ذره كرويه اعتبرناها، هذا يعني اصطلاحا فقط، وهنا المواد البلوريه متعدده التبلور كما تلاحظون، هنا تبلور معين، هنا تبلور معين، هنا تبلور معين، للاسف يعني هذا لا يعمل هنا. فهنا موجود ماذا في هذه الفراغات؟ حدود الحبيبات، حدود الحبيبات، جرين باوندري، هنا الجرين باوندري لي جوين دو غران، هذوما هذه نعتبروها حبيبات، هذه هي حبيبات ذرات، هذه هنا حبيبات، هذه هي الحبيبات، هذه حبيبات، وهذا الخط عباره عن حدود الحبيبات لي جوين دو غران ولا الباوند جراند باوندري. طيب هذا حدود البلورات بالنسبه الى المواد المتعدده التبلور. اذا صنفنا المواد حسب ماذا؟ حسب ستراكشر، حسب بنيتها البلورية. مواد بلورية ومواد غير بلورية، وهناك أيضا أنصاف المواد البلورية.